نزل فيديو دلوقتي بيتكلم عن سد النهضة ده اللي هيكون كارثة كبيرة كده فعلا يعني، واتكلموا عنه الخبراء والكلام ده. قال لك ان سد النهضة بيحوي وراه مية دلوقتي 41 مليار متر مكعب مية. تخيلوا ان 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 السد ده مبني بالقرب من ايه؟ من نشاط زلزالي. طب اقول لكم حاجة كمان، من كام يوم حصل في اريتريا اللي هي جنب اثيوبيا حصل فيها زلزال. تخيلوا ان الزلزال ده معرض اصلا للانهيار، تقدر الله لو حصل انهيار يحصل ايه؟ تخيل كده ممكن يحصل ايه لو حصل انهيار لسد النهضه وهو وراه 41 مليار متر مكعب ميه. طب اقول لكم حاجه، اللي حصل في ليبيا ده لما انهار سدين كان في ورا السد، ورا السد ده كان ملايين. تخيلوا مليار 41 مليار بقى، تخيلوا يحصل ايه. بيقول لك ان النتائج بتاعه لا قدر الله انهيار سد النهضه ده هتكون كارثيه، هتكون 10 اضعاف اللي حصل في ليبيا، هتهدد حياه 20 مليون سوداني، هتمحي يعني ربنا يسترها يعني هتمحي السودان من على الخريطه. متخيلين يعني هتخلي السودان، هيكون مكان السودان دي بحيره. تمام. طب اقول لك المفاجاه الاكبر، طبعا اثيوبيا بتقول لك ايه؟ بتقول لك احنا عايزين نوصل السد يكون وراه ميه 74 مليار متر مكعب. تخيل اللي انا كلمتك عليه دلوقتي ده يعني النتائج دي كلها لما يكون وراه ال 41 بس مليار متر مكعب الموجود حاليا هيخفي السودان. تخيل لما يبقى وراه 74 متر مكعب ميه، 74 مليار متر مكعب ميه اللي هم عايزين المستهدفين يعملوه ده، ممكن يحصل ايه؟ 74 مليار متر مكعب ميه، وهو اصلا يعني الشركه اللي عملت السد ده اصلا كانت عامله سد جوه اثيوبيا برضو، فاثيوبيا عملت سدين تمام وانهاروا الاثنين. انتوا متخيلين بسبب ايه؟ بسبب الزلازل برضو. يعني هما كانوا عاملين سدين قبل كده، نفس الشركه دي عملت سدين قبل كده في اثيوبيا وانهاروا السد. في سد منهم انهار مرتين قبل ما يفتتحوه، وبعد ما افتتحوه انهار ب 10 ايام، انهار مره كان ب 10 ايام. فانتوا متخيلين بقى يعني الموضوع الكارثه الكبيره. ما هو لما انا بقول لك 41 هيخفي ال 41 مليار الموجودين حاليا هيخفي السودان تمام، ويكون ممكن يكون اثاره على مصر، ممكن ان احنا نحاول نشوف حل في الوقت اللي عقبال ما يوصل لنا الميه، ممكن نشوف حل. تخيل لما يبقى وراه، لما هما بيستهدفوا دلوقتي ان هما عاملين طنش وكبر دماغهم وعاملين المرق الرابع للسد اللي هو دلوقتي وراه 41 مليار متر مكعب ميه. تخيل بقى لما يبقى وراه 74 اللي هما بيستهدفوه هما لسه ما عملوش، عملوا 41 بس.